أهلا بحضراتكم. مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، ناس كتير بدأت تشتري جميع الأدوات والأغراض الكهربائية اللي موفرة للطاقة، وده بعد الإعلان عن الشريحة الجديدة اللي هتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعداد لتطبيقها في السنة المالية الجديدة 2022 و2023. يا ترى إيه اللي حصل في مجلس النواب بسبب زيادة أسعار الكهرباء النهاردة؟ تعالوا نعرف التفاصيل كلها من خلال هذا اللايف. وزارة الكهرباء أعلنت إنها بتستعد لتطبيق الشريحة الجديدة من أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية اعتبارا من شهر يوليو اللي جاي، وده طبعا هيكون تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025، واللي جت كالتالي: من 0 ل 50 كيلو وات 48 قرش بدل من 38 قرش، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 51 ل 100 كيلو وات 58 قرش بدلا من 48 قرش، يعني بنسبة زيادة 20.8%. واللي هيستهلك أكتر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية، يعني من 0 ل 200 كيلو وات 77 قرش بدل من 65 قرش، يعني بنسبة زيادة 18.5%، ومن 201 كيلو وات ل 350 كيلو وات هتكون الزيادة 106 قرش بدل من 95 قرش، يعني بنسبة الزيادة فيها 10.4%. ومن 351 ل 650 كيلو وات، يعني الزيادة فيها 128 قرش بدل من 118 قرش، ومن 651 ل 1000 كيلو وات 128 قرش بدل من 118 قرش، يعني نسبة الزيادة فيها هتكون 8.5%. في حين استمر سعر الكيلو وات عند الاستهلاك لأكثر من 1000 كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة. القرار ده اتسبب في حالة غضب كبيرة في صفوف الناس وعلى مستوى البرلمان كمان، علشان كده من شوية عدد كبير من النواب طلبوا الحكومة بوقف تطبيق الأسعار الجديدة لأنها هتسبب إرهاق اقتصادي للمواطنين. وتحديدا النائب مصطفى بكري كان واحد من ضمن النواب اللي أعلنوا اعتراضهم على تطبيق الشريحة الجديدة. مصطفى بكري في بيان عاجل طالب الحكومة بالتوقف عن زيادة أسعار الكهرباء اللي هتبدأ في شهر يوليو اللي جاي، وطالب كمان بمراعاة أحوال المصريين الاجتماعية اللي اتدهورت، وقال إنه من الواجب على الحكومة مراجعة أسعار الكهرباء الحالية لأنها ألهبت ظهور المصريين على حد قوله. مصطفى بكري عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي حذر من خطورة الأوضاع الراهنة وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وقال إنه على الحكومة أن تحتوي الأوضاع الراهنة حرصا على مصر وأمنها واتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء على المواطنين. وبعد الإعلان عن بدء تنفيذ الشريحة الجديدة، بدأت صفحات جماهيرية وشركات تعلن للمواطنين عن أهم الأدوات الموفرة للكهرباء وبيتم استخدامها بشكل مستمر طول اليوم، زي اللمبات، ودي في منها لمبات موفرة بقدرة استهلاكية للطاقة الكهربائية واستهلاكها بيكون ضعيف جدا طبعا بخلاف اللمبات غير الموفرة. اللمبة الموفرة معروفة بقدرات 9 وات و15 وات و20 وحتى 30 وات كمان، أما اللمبة غير الموفرة فبتتراوح ما بين 50 و200 وات بشكل متوسط. ويمكن نقدر نعرف أكتر الفارق الكبير ما بين تكلفة اللمبة الموفرة وغير الموفرة من خلال المقارنة اللي هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. اللمبة العادية الميت وات إذا كانت مضاءة لمدة 12 ساعة فهي بتستهلك كهرباء 1200 وات،
يعني هيساوي 1.2 كيلو وات في الساعة يوميا. وإذا كان هناك 5 لمبات في الوحدة السكنية بيتم استخدامهم 6 كيلو وات في الساعة يوميا، يعني بتكلفة تصل ل4.62 جنيه يوميا، أي ما يصل إلى 138 جنيه شهريا. وإذا تم استخدام 5 لمبات موفرة للطاقة وتم تشغيلهم نفس المدة وهي 12 ساعة يوميا، هيتم استهلاك كهرباء تقدر ب1.2 كيلو وات في الساعة يوميا، يعني بتكلفة تصل ل92.4 قرش يوميا، يعني في الشهر بتصل ل27 جنيه. وهنا تصل قيمة التوفير ل101 أو 111 جنيه تقريبا. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذا البث من قناة الأموال، شكرا لحسن المتابعة.